تاوززاث لوزيعه او ثمشرط واحده من عادات وتقاليد سكان منطقه القبائل واجمل مثال عن التضامن والتكافل الاجتماعي عاده احياها سكان قريه ايتحمو ببلديه تادميت بولايه تيزي وزو بهدف اعاده لم شمل كل ابناء القريه في لقاء عائلي ووليمة تذبح فيها الثيران ويوزع لحمها على السكان والفقراء العاده يا خدمة خدمت الجدود هنا باش هاد محب بنك ورا ونا غد ميوسان ورا ونا ها ما غوني ندير ما غوني ندير الزهير ما غوني كل مكان لازم هذا ملال نحيو لي تراديسيوننا يقروحن نبغاه انت دنا باسكو ذاني لهن هاد السواليم وذاني اكن دنا داك الشيء ني ايوا كنا تملا لنا لاشينغ القوة ذي كفارة، القوة ذي القليل قلنا ذاكاس، نجمعيهن يد نجمع عندي الكل، ميعقلني الكل القرية وبحكم قربها عن غابات سيدي علي بوناب، أجبر سكانها على التخلي عن هذه العادة الحميدة لسنوات طوال بسبب الإرهاب كيما هاد الهول هدف سيدي علي بوناب، هبطوا كاع نفس سيدي علي بوناب، دوكا طلعوا، بدات الناس تطلع، بدات الناس كاين اللي فاميلتو تقريبا ما يعرفهاش، باسكو كل واحد وين وين راح

<applause> هذا وتعد هذه العادة من بين الموروثات الثقافية للمنطقة توارثتها الأجيال عبر الزمن وأحياها الأحفاد للحفاظ عليها وحمايتها من الزوال